شو برأيك أنت أهمية التبادل الدولي بين القوات التقدمية سواء على مستوى عربي سواء على مستوى دولي؟ التبادل يلعب دور مهم في توطيد عملية التواصل وعملية التمثيل وعملية تبادل التجارب والمعارف بين كل القوى التقدمية المتواجدة على المستوى الدولي، كما يمثل هذا التعارف وهذا التبادل حلقة وصل بين ما جرى وما يجري في الحركة اليسارية على مستوى التاريخ، وأيضا ما يحدث اليوم من تغيرات على العالم، من أجل أن يفعل وأن يؤثر كل من القوى التقدمية المتواجدة في المنطقة والقوى المتقدمة اللي هي خارج المنطقة. وبالتالي هذه العملية هي دائما تدعم صفوف اليسار، تدعم على المستوى الفكري وأيضا على المستوى الميداني. شكرا. مؤسسة غوزة لوكسمبورغ كمؤسسة أجنبية يسارية، شو الدور اللي لازم تلعب المؤسسة هون بمنطقة شمال إفريقيا برأيك؟ اولا مؤسسة روزا لوكسمبورغ وجودها ضروري وسط المنطقة خصوصا في شمال افريقيا، ممكن انها تلعب ثلاث ادوار اساسية. الدور الاول هو ان تكون حلقة الوصل ما بين ما يجري في اوروبا وفي امريكا اللاتينية وفي كل دول العالم وعلاقته بشمال افريقيا على مستوى القوى اليسارية. الدور الثاني هي عملية التأطير والتكوين ورأس مالة كل المعارف والنظريات وايضا التوجهات اللي هي ديال القوى اليسارية المتواجدة على مستوى العالم. ثم الدور الثالث هو رأس مالة كل التجارب التي يعيشها اليسار اليوم من أجل أنها تكون دراسة وأيضا معرفة من أجل الجيل المستقبلي. شكرا. طيب إذا بنعطيكي فرصة تطلبي شيء من الأحزاب الأوروبية اليسارية، شو مطالبك أو اتجاههم؟ مطلب واحد هو الصف اليساري التقدمي المتواجد في أوروبا، دوره اليوم هو أنه يدعم الصفوف اليسارية اللي هي متواجدة في شمال إفريقيا ومتواجدة في المنطقة، لأن هذه القوى هي اليوم مقموعة ومهددة من طرف قوتين أساسيتين، هي القوى الإمبريالية من جهة والقوى أيضا الرجعية من جهة أخرى. وبالتالي فإن الدعم ديال الصفوف اليسارية الأوروبية هو جد مهم بالنسبة لليسار في المنطقة. شكرا سارة. بس